ولسه مكملين مع حضراتكم كلامنا عن مهرجان سما النود المسرحي. كانت مفاجأة زي ما قلنا في مقدمة الحلقة ان احنا نلاقي مهرجان بيقام من سنة 87 في دورته ال20 السنة دي، وانه ما كانش فيه اهتمام الا من قبل طبعا الفرق المشاركة اللي كانوا 15 فرقة، ومن قبل الجمهور اللي اصبح لديه وعي، خصوصا جمهور طبعا محافظة الغربية اللي بيوجه له كل التحية والشكر. احنا دلوقتي هنتكلم عن عرض مسرحي قوي جدا قدم فيه المهرجان، وهو افعل شيئا يا مت. ده ورق طبعا للفنان العالمي الكاتب عزيز أنسين. هو تحدث عن مجتمع معين، تحدث عن فكرة الطموح وفكرة المعالجة لبعض المشكلات القائمة وفكرة معالجتها. رسالة من المهرجان أو رسالة من العرض المسرحي هنعرفها من خلال ضيوفنا. كمان هنتكلم عن مشاركتهم في العرض وعن طموحهم وكان إيه اللي المفروض يتقدم لهم وما تقدمهمش للأسف الشديد من خلال المهرجان. ضيوفي وليد شحاتة مخرج العرض المسرحي ومؤسس فريق فيوتشر، أهلا بيك. أهلا. معايا كمان سما مالك ممثلة بالعرض، أهلا بيكي. معايا كمان أحمد سمير ممثل بالعرض، أهلا بيكي أحمد. فيوتشر أو طبعا افعل شيئا يا مت حصل على المركز الثاني، والكمان الاغرب او الاقوى ان انتوا حصلتوا على 7 جوائز. يعني السبع جوائز كانوا في ايه بالظبط، والمعالجه الاخراجيه اللي عملتها للورق القوي طبعا بتاع افعل شيئا يا مت؟ هم السبع جوائز اللي احنا حصلنا عليهم في المهرجان كان احسن مخرج ثاني، ثاني افضل مخرج، وثاني افضل عرض، واحسن ممثل ثالث كان احمد سمير، واحسن ممثله ثالثه كانت ضحى، واحسن ديكور ثاني، وشهادة تميز في التمثيل لسما والمحمود صالح. 7 جوائز حصلنا عليهم في المهرجان، وده كان أول عرض لإفعل شيئا يا مت. يعني المعالجة الإخراجية اللي عملتها للورق كانت والله هو أنا أول ما جبت الورق ده كان تعبني جدا، يعني دي من تقريبا من أصعب العروض اللي أنا أخرجتها. إديت الورق للمعد الإعداد الكاتب أيمن حافظ عشان الورق كان كبير جدا 3 ساعات، ونحاول إن إحنا نناقش بيه الوضع الحالي. الورق مكتوب في الثمانينات من عزيز نسين، فقلنا نحاول إن إحنا نناقش بعض المشكلات اللي موجوده في الوقت اللي احنا فيه. واحنا دائما كفرقه فيوتشر بنميل للناحيه العالميه شويه للنصوص، بحس ان هي بتقدم ما نتمناه احنا كشعب مصر. صحيح. فبدانا ان احنا نكثف الورق، وبدانا ان احنا نشتغل عليه، وبدا الاستاذ ايمن يحط تفاصيل من عنده كتير جدا، والحمد لله الورق طلع بصوره كويسه. انا حاولت ان انا اناقش الشاب اللي بيعاني من الضغوط اللي موجوده حواليه. هو مت شخصية اسمها نت، ده بطل العرض. شخصية كان بيأديها أحمد ولا مين؟ لا، بيأديها ممثل معانا اسمه محمد إسماعيل. اجتهد جدا، تعب جدا، الشخصية أثرت فيه نفسيا جدا. أنا فعلا بشكره شكر كبير جدا لأنه قدر إن هو يحقق لنا المخرج اللي أنا عايزه. وكان مجتهد جدا في الدور، قدرنا إن احنا نوصل. مت كان عايش في بيئة مع جده، مع أبوه، مع مامته، مع الخدامة، كل الناس دي كلها بتطلب منه إن هو يفعل شيء في حياته عشان الطبيب لما يجي يحاسبه، الطبيب ده كان مجرد رمز، لما يجي يحاسبه يشوف ان هو فعل شيء في حياته جيد فيمنحه عمر يعيش بيه يخلد. هي دي كانت الفكره. وفي حشد بره، حشد موجود في الظلام بيطلب من النت ان هو يفعل شيء برضه. طيب هسالك يا سما عن دورك وعن اديتيه ازاي، وان انت افعل شيئا يا مت ده ورق في البدايه برضو بيعبر عن الشباب وعن طموحاتهم، عبر عنك انت ازاي او لمس ايه عندك النص المسرحي ده؟ بصي، هو كانت حاجه صعبه جدا، يعني هو كان صعب جدا قوي عليا، لان هي شخصيه ثوريه حاده، المفروض ان هي المفروض فينا اللي هي الشخصيه اللي انا بعملها اللي انت عملتها. هي شخصيه ثوريه حاده جدا، هي من ذاكره الاحياء او من ذاكره نت. بس كانت حاجه صعبه جدا عليا طبعا بمساعده استاذ وليد شحاته. انا كنت خايفه جدا من الدور، وكنت حاسه ان انا مش هعرف اعمله، بس هو ساعدني كتير لحد ما قدرت اوصله، واوصل ان انا من ذاكره الاحياء، فعايزه اقول له ان يجب عليك ان تفعل شيء، يعني انت لازم تعمل حاجه زي ما انا عملته ورحت الميدان وقعدت 18 يوم و و و. فكان الهدف ان انا اقول له انت لازم تعمل تفعل شيء. بالنسبه لا، انا عايز افهم بقى. عايز افهم، انتوا غيرتوا الورق؟ اصل كده كلمتوا عملت معالجه سياسيه للورق؟ لا، هو موجود في الورق بس احنا كثفناه. حتى ناس كتير انتقدتنا، يا جماعه انت كده بتباشر. يعني هو المؤلف كتب مكثوف في الميدان 18 يوم. هو المؤلف والله، يعني ما هو بص، هو 18 يوم بتوعنا برضه. نفس ال 18 يوم. سبحان الله. يعني نفس ال 18 يوم، وهي كانت موجوده في الميدان، واول فتاه ذهبت الى الميدان. فهي فعلت شيء في حياتها. عشان كده بقت في ذاكره الاحياء وبقت مخلده. فهي بتقول له
انا فضلت في الميدان 18 يوم وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. فقال لها انت ايضا تعيشين يعني، انت موجوده؟ قلت له اعيش في ذاكره الاحياء، انا عملت شيء فعشان كده بدات بقيت موجود. هو ده اللي هساله لك يا احمد، افعل شيئا يا مت. انت شاب وعندك طموحات وعندك مشكلات بتواجهك على المستوى الشخصي، مش قادر مثلا اتخرجت مش قادر تحصل على وظيفه معينه، فمن خلال العمل في المسرح دايما لما يجي لك ورق يلمس النقطه دي هتاديها بشكل قوي قوي، لانها لمست حاجه عندك، لمست مشكله جواك. اخذت الورقه واستقبلته ازاي؟ وبدات بقى تجهز مع وليد ازاي المسرحيه نفسها؟ انا كنت بعمل شخصيه الطبيب اللي هي جايه اصلا من بره تحاكم مت اذا كان عمل شيء ولا لا. لازم شخصيه الطبيب كانت شخصيه صعبه جدا من اول ما قريتها، بس بدات انا وليد نبتدي نفسر الشخصيه بتتعامل ازاي مع الشخصيات اللي باقيه، انها الشخصيه اللي حاكمه المسرحيه هي اللي بتقدر تحاكم مت، تحاكم الجد، تحاكم كنيات الخدامه. كان الموضوع صعب بالنسبه لي في الدور. بدات انا وليد نقعد مع بعض نقطع الدور، نبتدي نشتغل هنا ازاي، نبتدي نشتغل هنا ازاي، المزيكا، تعاملي مع الشخصيه. بالنسبه بقى للمسرحيه، المسرحيه بتناقش مشاكل جيل كامل موجود في الفتره دي، ان هو مش قادر يعمل حاجه، ما عندوش حاجه يعملها، حتى اللي عنده مش لاقي فرصه يعمل. طبعا مش لاقي فرصه، ما عندوش الفرصه ان هو، ما عندوش الضوء ان هو يعمل، حتى لو بيعمل بيبقى يعني سوري بيبقى من ورا الكاميرا، مفيش حد بيشوفه. وحتى اللي بيعمل حاجه او بيشتغل بشغل حاجه ما بيحبهاش بشكل كبير. او صحيح، انتوا فعلا الموضوع قوي والمسرحيه مهمه جدا. عايز ابقى اتكلم معاك عن عناصر العمل المسرحي اللي في البدايه، الديكور، الملابس، المزيكا، اعتمدت في ايه؟ بس خلينا بقى علشان هنعقب على الجزء اللي هنشوفه ونرجع نكمل كده، خليكم معانا. وليد، الإضاءة اعتمدت على شكل ظلامي معين، أنت قاصد ده، قاصد ده علشان يخدم على الدور بتاع متة، أو إن أنت تعيشه في الظلام طول الوقت، في الظلام اللي هو جوه دماغه بتنقله للعالم اللي حواليه أو العكس؟ بالظبط، أنا قصدت إن أنا أخنق مت. ومحمد إسماعيل ساعدني في ده كتير جدا، حتى اللي عمل لي السونوغرافيا الديكور كان حجاج الخضري. كويس، فقدرنا إن إحنا نطلع افكار ميتو قدامه على خشبه المسرح تبقى موجوده قدام الناس والناس شايفاها. حتى في موضوع 18 يوم قدر ايمن حافظ يغلفه ان هي كانت بتبحث عن الخبز والحريه والعداله الاجتماعيه، اضاف ديت عشان نحاول ان احنا نخاطب الواقع شويه. انت عايز تقول ايه او ايه المين مسج من النص؟ بصي، انا شايف وده احساسي الشخصي ان الشباب في الفتره دي في ضغوط كتير قوي حواليها. حتى في شخصية اسمها الجنرال كيش موجودة بتأثر في مت، شخصية لاعب الكرة بالنسبة للترفيه
بتأثر في ميت، شخصية فينا اللي هي الثورية بتأثر في ميت. كل الشخصيات دي كلها ميت هنا الرمز إنسان ميت عاوزين يفعل شيء، طب ساعدوه يعني حاول حد يساعده. يعني ميت رمز لكل الشباب اللي عندهم مشكلات على أرض الواقع، وكل سواء الجنرال او الثوريه او او حتى الطبيب اللي هو بيمثل الحكمه، كل ده انت عايزه يؤثر في شخصيته انه يبقى يقوى بالشخصيات دي ويتقدم للامام من خلال العمل. بالظبط هو ده اللي احنا نقصده في افعل شيء نعمل. الحاجه الثانيه اللي انا شايفها بالنسبه لميت، ميت اسد ده تعبني جدا بصراحه، يعني انا عشت معاه وتعاطفت معاه وكرهته في بعض الاشياء. يعني بيمثلك وبيمثل احمد وبيمثل سما وبيمثلني وبيمثل شباب، فهو بيمثل الشريحه اللي هو انت او جيلك بشكل او جيلك بالظبط. وانا شفت العرض من المنظور ده. أيوة. ممكن يبقى في حد شافه من منظور تاني. انا شفت العرض ان انا لازم اناقش مت، لازم اناقش الشباب، وحاولت على قد ما اقدر ان انا ابين ده في ديكوري في السونوغرافيا اللي عملها حجاج الخضري، وعلى مستوى الاضاءه كمان حاولت ان انا اناقش ده، وكمان على مستوى الاعداد وعلى مستوى تدريب الممثلين ازاي نقدر نمثل بالطريقه اللي توصل للناس بشكل سلس وتكون سهله. والموسيقى كمان اللي انا عملت اعداد للموسيقى على اساس برضو ان انا اعمل توتر لمت طول الوقت، في توتر، طول الوقت في توتر طول بالظبط طول الوقت اعيشه في الجو دوت على اساس يبقى عنده خيار واحد. طيب سما، انت كدورك انت مشاركه من خلال فرقه فيوتشر، طيب انت اصلا من الغربيه ولا منين، وكمان مشوارك بقى والتحاقك بفيوتشر كان ازاي؟ هو انا اولا كنت باخد ورشه عند دكتور فريد النقراشي اعداد ممثل، بعد كده اتعرفت على استاذ وليد، ما كنتش في دماغي مسرح اصلا، فاستاذ وليد حببني في المسرح. المسرح بجد عامل زي مغناطيس، يعني ابتديت احبه شويه بشويه، ابتديت اتعلق بيه، ابتديت الاقي نفسي على المسرح. يختلف كتير عن كان اول تجربه ليكي من خلال افعل شيء يعني مت ولا كان في عرض تاني مع استاذ وليد برضو. ده كان اسمه مواطن مهري، ده كان اول عرض ليا مع استاذ وليد، ده تاني عرض. دايما زي ما قلنا قبل الهوا اللي انت تبقي واقفه على خشبه المسرح رسالتك مباشره وقويه، وبتعتمد على ان انت كل حواسك مركزه قوي ان ازاي يعني عينك تبقى في عين اللي قاعد بيتفرج عليكي ده وده وده وده. كنت حاسه بايه وانت بتقدمي ده، وشايفه صعوبته في ايه، وكمان بيخليكي انت ايه المسؤوليه اللي طول الوقت بتفكري فيها؟ بصي، هو انا عليا مسؤوليه كبيره جدا طبعا علشان اقدر اوصل اللي انا عايزه اوصله. اولا انا مش ببقى شايفه اي حد من قدامي من الجمهور خالص، انا ببقى عايشه الشخصيه اللي انا فيها، بعدين انا اخر مشهد في العرض، فببقى قاعده في الكواليس متعايشه مع العرض تماما تماما. فلما باجي ادخل على المسرح ببقى خلاص انا مش سما، انا بقيت فينا خلاص بت يعني بعيش بقى الشخصيه الثوريه، فببدا اصور معاها واحس بمعاناتها، فبيطلع ده على المسرح. برضو احمد، دي تجربتك الاولى من خلال افعل شيء نمت، ولا كان ليك تجارب قبل كده مع وليد او بشكل عام؟ لا، بقالي انا ووليد عاملين اندماج كده، بقالي 7 سنين مع وليد، شغال بقالي 7 سنين. 7 سنين وكونتوا مع بعض فريق ذا فيوتشر او معانا، كان معانا احمد ابراهيم وكريم محروس ومنال. طيب المشاركه كانت ايه قبل مهرجان سما النود المسرحي، شاركت في ايه قبل كده من خلال المهرجانات؟ اول عرض عملته مع وليد كان حمد الربيع، كان 2009. بعد كده عملنا بكالوريوس في حكم الشعوب، المواطن مهري، كاسك وطن، خطبة الإدانة الطويلة اللي خدنا فيها جواز كتير، الخراتيت يوجين يونسكو، افعل شيء نمت. انتوا دايما كده بتحطوا ايديكوا في عش الدبابير، اللي هو تروح تجيب، تروح يعني تدور كده، وايه زي ما بيقولوا تمخمخ، وتروح مختار نص قوي جدا، وتبدا ان انت، وبعدين بيغلب الاسقاط السياسي او الطابع السياسي. احنا لما عملنا خطبة الإدانة الطويلة امام سور المدينة، ده كانت في وقت اسوار الاتحاديه. امراه تخطب، حلو قوي ان انت بتختار الورق بشكل نص علني بس متواكب مع الحدث اللي بس هي ممكن تكون بتيجي صدفه بقى، والواحد الى الواقع شويه مش كده. وبعد كده كان في الخراتيت، انا حولت العالم كله، مش عايز اقول البني ادمين، بس حولت العالم كله الخراتيت في الوقت اللي احنا فيه، اللي بيحصل في سوريا واللي بيحصل في العراق واللي بيحصل في كل المنطقه. الخراتيت دي قدمتها امتى؟ السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت يعني كانت اسقاط قوي بقى عن اللي بيحصل يعني مثلا في سوريا على مرأة ومسمع من الدول، الناس بتاكل بعضها. صحيح. فعلا، فالناس كلها تحولت لخراتيت. الخراتيت من صفاته ان هو صحيح. متوحش وما بيحسش وكل الصفات دي. خراتيت ورق مين كاتب النص الاصلي؟ يوجين يونسكو. طبعا. وانا عملت له تكثيف واعداد. احنا برضو بتواجهنا مجموعه مشاكل. انا تخيلت ان انا هخرج من مهرجان سما النود
وزاره الثقافه هتقول الفرق اللي واخده جوائز. ما هو ده بقى سؤالي بقى، احنا كنا هنتكلم في ده، وانا هبتدي باحمد وارجع لك في النقطه دي. احمد زي ما قلنا المهرجان اصلا ما حدش اهتم بيه ولا حد سمع عنه، يعني بشكل نسبي، انا مش هتكلم عموما لاني ما عنديش معلومه، ولكن بشكل عام من خلالكم ما حدش ساعدكم ولا حد قدم لكم دعم، ولا حتى قبلها حد قدم للمهرجان عموما او لل 15 فرقه دعم من وزاره الثقافه تحديدا. هو ده بيحسسك بايه؟ بان انت متضايق ان انت، طب وانا اعمل اشارك في مهرجان واقدم ورق قوي وامثل و و و في الاخر محدش يشوفني، التقصير فين؟ وانت بتتعامل لو في تقصير بتتعامل معاه ازاي؟ بص، هو اولا هو اكيد ببقى زعلان ان جهه زي جهه وزاره الثقافه مش متبنيه او مش عايزه تشوف الشباب ايا كان انا او غيري، بس في الاول وفي الاخر انا بعمل الحاجه ديت انا بحبها، انا بحب التمثيل، حابب الفن، حابب اشتغل مع وليد، حابب المسرح، فبعيدا بقى انت اهتميت بيا ما اهتمتش، انا ادور على نفسي، بس انت اللي مقصر مش انا، يعني انا بشتغل وانت مش شايفني، فالغلط مش من عندك، من عندك مش من عندي، طبعا انا شغال. السؤال برضو نفس النقطه يا ولد، اصل انا حاسس بالموضوع ده قوي، انا اللي بصرف يعني. بص انا هتصرف دعمك منين؟ بتجيب فلوس منين؟ من جيبي. يا انا بشتغل الصبح، فبص انا كان عندي تجربه كانت رائعه جدا جدا، كنت جبت راعي للفريق كويس، والراعي كان بيصرف لحد الثورة. رجل أعمال مهندس فتحي السيفي كان بيصرف لحد الثورة، الثورة جت توقف الدعم لأن خلاص الدنيا هديت. بعد كده هو الراجل اتكلم معايا وقال لي تعالى لازم بقى في دور لرجال الأعمال في فرق الشباب ولازم ندعمكم، ورجال الأعمال تهتم، اهتموا بالشباب يا جماعة. فالراجل جه واهتم وقال لي خلاص أنا هدعمك وتبدأ، وبدأ دي أول خطوة بالنسبة لنا كفيوتشر، ان احنا نبدا يكون في دعم، يبدا ان احنا نكون في دعم للشباب. فبدا المهندس فتحي السيف يقول لي خلاص انا هدعمك، امسك الطريق الصحيح وانا معاك وانا في ظهرك، بس هو هيبدا بقى معانا وهيبدا الدعم معانا لانه هو حس بقيمه رجل الاعمال في دعم الشباب. واتمنى ان كل رجال الاعمال لو وزاره الثقافه. بص انا هقول لحضرتك على حاجه، انا بخرج بقالي حوالي 15 سنه وفي الفن بقالي حوالي 20 سنه، انا ما شفتش حاجه من وزاره الثقافه خالص. انا دخلت ان انا هخرج من مهرجان سمنود فائز بمركز وسبع جوائز، وزير الثقافه هيقول يا جماعه الناس اللي خدت جوائز تيجي نفتح لهم مسارح، ومحمد صبحي اخذ تبنى الناس بالظبط، افتح لهم المسارح المقفوله. يا عم انا منتجي سيء، انت شايف وجهه نظرك ان احنا كهواه ما لناش وجود، يقول لك انت المنتج اللي بتقدمه سيء، يقول لي ان انا الورق ضعيف، النص، التمثيل، تعالى اعمل لي لجنه مشاهده وافتح لي المسارح وانا اعرض. من خلال ده برضو، بما ان احنا بقى دورنا هنا ان انا عايزه الناس تشوف العرض ويبقى الناس هي اللي بتحكم، وحتى لو حد من الناس اللي ما حضرتش او في مسارح وزاره الثقافه تبتدي هتشوف. عايز ارجع تاني اتكلم عن ايه عشان يا مت، واحنا معانا الحقيقه يمكن صور هنعرضها عن الجوائز اللي انتوا اخذتوها. نبتدي بالجائزه الاولى كانت الخاصه بيك يا وليد، وجائزه الاخراج. جائزه الاخراج دي حصلت عليها، كانت قيمتها ايه وتفاصيل حصولك على الجائزه؟ قيمتها دي مش شهاده تقدير، شهاده تقدير و 75 جنيه بجد. ما هو بص حضرتك، هو الدعم 10,000 جنيه في 15 فرقه بوكيت ماني، في خمس ست فرق جوائز، فانتهت، فانا هاخد 75 جنيه. ما علينا بلاش 75 جنيه، خلينا نتكلم عن انت قلت قيمتها. بس انا هقول لك انا كنت فرحان جدا طبعا. ايوه، لانه ده بيضيف لك انت كواليس. بالظبط، الحمد لله احنا محققين جوائز كتير في مهرجانات كتير. افعل شيء يا مت بالنسبه لي تجربه بفتخر بيها جدا. كل النقاد وكل المحكمين وكل الناس اللي شافوها قدروا ان هم يتكلموا عن العرض بشكل كويس. وان العرض، وده كان اول عرض ليه، لسه احنا عندنا عروض تانية اللي فعشان انا مت داخلين مهرجانات كتير. ساره برضو انت حصلتي على او سامعه عفوا انت حصلتي على التميز، التميز في التمثيل. احكي لي شويه عن جائزتك وعملتي ايه وشعورك لما حصلتي عليها. اكيد اولا انا ما كنتش متوقعاها اصلا، يعني ما كنتش متوقعه ان انا اخد تميز تمثيل ولا اي حاجه، بس انا كنت حابه الموضوع، انا بستمتع وانا بمثل على المسرح، هو ده كل هدفي ان انا بستمتع. انا اخدت مركز ثالث تمثيل. اشكركم، نورتونا. ومن خلال فريقكم ذا فيوتشر تتقدموا دايما للامام وتبقوا افضل، وما تعتمدوش على ان الناس او وزاره الثقافه هتدعمكم بايه، ولكن تعتمدوا على نجاحكم، لان هو دايما اللي هيفرض نفسه. ومن خلال المشاركه في مهرجانات مختلفه، النهارده ما تشفناش، بكره هنتشاف النهارده، ولكن في النهايه العمل القوي هو اللي طبعا بيفضل دايما. طيب 10 ثواني، انا بشكر قنوات النيل الثقافيه بجد، انا تاني مره ابقى موجود او ثالث مره. الحاجه الوحيده فضمن كل القنوات اللي موجوده، يعني كل القنوات اللي موجوده في مصر بتلقي الضوء على المواهب الشابه.
انا تاني مرة اطلع هنا، انا عايز اقول لك انا مبسوط جدا، عمال اكلم اصحابي وقرايب. يا جماعة الكرافت لازم تهتم بالكرافت الثقافية. انا مبسوط جدا ده، وانا اصلا دايما في البرنامج ببقى عايزة الناس تشوفكم، لان انتوا عملكم قوي جدا، ودايما بتبقوا مش عايزة الاحباط يتسلل ليكم، لان ده لو حصل تبقى مشكلة. بشكر الاعداد والمخرجين وبشكر حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا. وليد شحاتة مخرج العرض ومؤسس ذا فيوتشر. بشكرك سما مالك ممثلة ومتمنى لك التوفيق، ونشوفك بقى قريب في السينما. كمان بشكرك احمد سامي مؤسس العرض، وبرضه نفس الفكرة، تحافظوا على ذا فيوتشر وتحافظوا على نجاحكم. دي كانت حلقتنا النهارده، اتكلمنا فيها عن مهرجان سمنود، مهرجان في الدوره ال 20، اتكلمنا عن انه المهرجان الحقيقه كان مهم جدا وقوي جدا، كانت الرئيس الشرفي الفنانه سميره عبد العزيز، ومن اهم المكرمين الفنانه نهال عنبر. الحقيقه طبعا بوجه شكر، بوجه شكر وتحيه مره ثانيه لكل القائمين على المهرجان، ودايما كملوا واثبتوا وجودكم، سواء بقى وزاره الشباب والرياضه دعمتكم او ما دعمتش، وده هي الحقيقه دعمت، زي وزاره الثقافه سمعت او ما سمعتش، الله اعلم بظروفها ايه، بس في النهايه نتمنى ان يكون في اهتمام بعد كده، وان يبقى في دعم للمهرجانات سواء دعم مادي او معنوي، لان الفرق الحره والثقافه الجماهيريه هي اهم شيء في قوتنا النعمه دلوقتي، واهم حاجه لازم نتكلم عنها. بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر زملائي خلف الكاميرات والاعداد والاخراج. بكره ان شاء الله ليله جديده، تصبحوا على الف خير.